بسم الله الرحمن الرحيم. درس البلوغ اليوم احنا انتهينا من مقدمة في كتاب او في باب الاذان، واليوم نتكلم على سبب المشروعية مشروعية الاذان. تكلمنا على فضل الاذان، وكلمنا على الخلاف في ايهما افضل، الاذان ام الامامة، وتكلمنا ايضا على حكم الاذان. سبب المشروعية حديث ساقه المؤلف رحمه الله الحافظ ابن حجر من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، البعض يقول ابن عبد ربه، صح؟ هذه المشهورة ابن عبد ربه ولا؟ وكان بعض الأهل اللغة ينكرون هذا عليهم، وأنا عندي يعني كده نظر خاص. طبعا عبد ربه دي غلط 100%، لكن أرجو أن تسوغ أو تجوز يا دكتور حافظ على الحكاية، وأن الناس سمعوها كذلك. عبد ربه ومعلوم أنها من حيث الإعراب عبد ربه إلى آخره، فأنا ما أرجو أن تكون هذه المسألة محل إنكار. لأني سمعت أحد المشايخ يشدد: يا عبد ربه دي أنتوا جهلة أنتوا. على كل حال، هذا الحديث طبعا في قصة مشهورة في عهد رسول الله، أنهم كانوا إذا أرادوا الصلاة يتحينون الشمس ثم يجمعون بعضهم بعض، وشق هذا عليه، فقالوا: يا رسول الله، نتخذ ناقوسا. والناقوس للنصارى، ويروى كما جاء هنا وفي غيره أنه استعمله فترة، أو بوقا كما لليهود، أو نارا تشعل كما للمجوس. يقول عبد الله بن زيد ابن عبد ربه أنه نام فطاف به طائف في المنام، وهو ومعه جرس، فقال: أتبيعه؟ فقال: لما؟ قال: ندعو الناس به للصلاة. فقال الطائف: أفلا أدلك على شيء خير لك من ذلك؟ قال: بلى. قال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال: بتربيع التكبير بغير ترجيع. طبعا الحديث مختصر جدا في الباب. ثم استرجع غير بعيد فقال، بعد ما علمه الأذان كله المشهور: ثم تقول: إن أردت أن تقيم الصلاة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، إلى آخره. قال: فذهبت إلى رسول الله في الصباح وأخبرته بما رأيت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شاء الله إنها لرؤيا حق، اذهب إلى بلال فألقه عليه فإنه أندى منك صوتا. فلما أذن به بلال خرج عمر من بيته يجر رداءه مسرعا، وهو يقول لرسول الله: والذي بعثك بالحق رأيت هذا تماما في المنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. هذا الحديث هو أصل مشروعية الأذان في الإسلام، وقد اشتمل هذا الحديث على 15 جملة في الأذان، وإحدى عشرة جملة في الإقامة. هذا حديث من؟ عبد الله بن زيد ابن عبد ربه. واعلموا ان صيغ الاذان 4. هذا الحديث عليه اكثر اهل العلم، اللي هو كام؟ خلينا نمشي سوا: الله اكبر الله اكبر، عده: الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاه حي على الصلاه، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. كم جملة؟ وهكذا جاء، قال: خلمنا الأذان 15 جملة. لكن جاء في حديث أبي محظورة مؤذن مكة روايتان أن الأذان الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه 19 جملة، وفي لفظ وعلمه أيضا في أذان آخر 17 جملة. إذن الثابت عندنا كم؟ 15 17 19 19 جملة الذي قال فيه عبد الله، قال: بتربيع التكبير بغير ترجيع. ما هو الترجيع؟ حد يعرفه؟ نعم، أحسنت. الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محظورة أن يقول الله أكبر 4، ثم يقول سرا: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، في السر، ثم يجهر بهن 4، فزدنا كام كده؟ فصارت هزم الترجيع، وكأنه يقولها سرا حتى يستحضر الإخلاص، ويعني هكذا، ثم يجهر بها.
وهذا الأذان هو مذهب الحنفية. 19 جملة، وهذا ثبت من تعليم رسول الله ومن أذان أبي محذورة. وجاء أيضا عن أبي محذورة أن التكبير اثنتان، الأول مع الترجيع، مع الترجيع بالتكبير 19، لو شلنا 2 17، فيقول هكذا: الله أكبر الله أكبر. الأصل فيه تربيع؟ لا، هذه الصيغة ليس فيها تربيع لكن فيها ترجيع وكمالة الأذان زي ما هو. إذن عندنا سهل الصيغ الآن. 15 من حديث من؟ عبد الله بن زيد بن عبد الرب. احفظوا، احفظوا الشريعة واحفظوا الدين، هذا بركة. أهل العلم يقولون لو مات العبد على السنة ما ضره أي معصية. يعني أن تتعلم السنة وتديم عليها تشفع لك عند الله كل المعاصي. وذلك من الجهل بما كان أن تزهد في هدي رسول الله. يوم يصلي يا أخي بدون سترة، هدي النبي الذي داوم عليه السترة، لما تزهد هذا الزهد إلى الدرجات دي أنت مستغني؟ هذه السترة تأخذها اقتداء برسول الله، لا تدري قد يرفع الله بك بها درجة وقد يخلق الجنة على نيتك الحسن. المهم 15 و17 من حديث أبي محذورة و19 من حديث أبي محذورة. باقي حديث ابن عمر أنه مسنا مسنا، كل مسنا، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر مرتين مرتين، إلا التوحيد مرة واحدة، ده 13 مرة من حديث ابن عمر. إذن يا إخوان صيغ الأذان كم الآن؟ 4، احفظوها 13. فلو ومن الفقه بمكان أن يؤذن المؤذن هذا الأمر حتى يعلم الناس هادي رسول الله، لأن هذا مهجور، ربما طلاب علم لا يعرفوه. يقول لك والله أنا مش شاكر إلا 15، ويمكن حتى الأذان العادي مش عارف عدده إيه ولا لا. حد عارف عدد الأذان أصلا؟ الصيغ نادر، وهي صيغة واحدة فضلا عن 4 صيغ. إذن هذا الآن الحديث فيه صيغة واحدة وليس فيه صيغة أبي محذورة. مؤذن الرسول عليه السلام كان مبحث وسنتكلم فيه مفصلا حينما نتكلم على أبي محذورة، لأنه قصة، له قصة في إسلامه وله قصة في أذانه. هذا الحديث أيضا فيه فوائد عظيمة جدا، أهمها وأكدها أن النبي عليه الصلاة والسلام أعمل الرؤيا. فهل هذا متاح لكل أحد؟ أو نقول هذه الرؤيا رآها أحد من أصحاب الرسول الله أو اثنان ثم جاء الإقرار من إقرار ممن؟ إذن فأخذت القوة هذه الرؤيا من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. طيب والعمل بالرؤيا هل هو يعني مضطرد؟ أهل العلم يقولون العمل بالرؤيا أقسام 3 أو 4، يمكن توصل إلى 5. أولها أن تؤيد بالشرع. قالوا مثل ما جاء رجل إلى ابن عباس يسأله عن متعة الحج، ما هي متعة الحج؟ أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم تحل ثم تحرم بالحج من عامك نفسه، أما إن كان الحج من عام آخر ما لا شرع. المتعة هذه وهي آخر أمر رسول الله لأصحابه عليه الصلاة والسلام، فكان ابن عباس يراها وجمهور الصحابة يرونها، لكن عمر والزبير لا يرونها. لماذا؟ لأن حج رسول الله كان قارنا، وحتى لا ينقطع الناس عن مكة، لما تعمل عمرة وحج تروح وترجعش، لكن عرفت أني ما قدمكش غير تيجي تاني عشان العمرة، يعني له فقه رضي الله عنه. ولكن ابن عباس يرى أنها مشروعة ومسنونة، بل هي أندب من القران على الرجل، فأفتاه بالجواز. فذهب هذا الرجل ونام، ثم رأى في المنام من يقول له حج مبرور وعمرة متقبلة. فجاء إلى ابن عباس، وكأن الرجل يعرف القصة أو الخلاف، وأخبره بذلك، فسر ابن عباس. هنا الرؤية ما عمل بها لكنها مؤيدة بمن؟ بالشريعة. فهمنا الآن؟ فالعمل بها لا لذاتها ولكن لتأييد الشرع له. النوع الثاني الرؤية الباطلة، مثل رؤية من؟
عبد القادر الجيلاني، تعرفوا عبد القادر من أهل صلاح والأهل العلم، لكن أتباعه ضلوا فيه، ما هو زي السيد البدوي هو ضال ومن تبعه ضل، إنما عبد القادر لا من أهل الصلاح كالحسين من أهل بيت رسول الله، لكن المتبعين له ضلوا. المهم عبد القادر جاء رأى في المنام عرشا ثم فيه نور، فقال يا عبد القادر أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت على غيرك. فقاله عبد القادر أنت الله الذي لا إله غيره؟ قال نعم. قال اخسأ يا عدو الله. قال فتمزق النور وصار ظلما، فنطق الصوت ما عاد في حد يتكلم، وقال غلبتني أو فتني يا عبد القادر بفقهك في الدين وعلمك، لقد فتنت بهذا الكلام 70 نفسا. فقيل لعبد القادر وكيف عرفت أنه كذاب؟ قال لأني أيقنت أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسخ بعد أن مات. ما هو معنى أنه حل له أن نسخت الشريعة بالنسبة له؟ هذه الرؤية الآن إلزم ما اتفقنا عليه، فهمنا؟ وقصة فهمتم قصة عبد القادر؟ الصوفية كلهم على هذا، يعني عندهم طريقتين بس في الاستدلال أو ثلاثة: كشف، منامات، تجارب. لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا أقوال صحابة، ما لناش في الناس دي كلها. يا كشف كده يأتيني الوحي مباشرة، يا إما منام وإما تجربة. صاحبهم يقول إن سألوك ليه قول له بالتجربة، بنفس الأسلوب السوقي هذا، ما نفعتش معاك إن شاء الله ما نفع، قاعدين على أهاوي بيتكلموا في الشريعة. المهم الوصية، وصية الشيخ أحمد أنه رأى في المنام النبي عليه السلام يوصيه بكذا وكذا وكذا، ومن لم ينفذ تلك الوصية منع من رحمة الله وحرم شفاعته يوم القيامة. الشيخ أحمد ده مين؟ لا نعرف دينه ولا ملته، يطلع أحمد الرفاعي يطلع أحمد غيره، المهم شوية بطلين. هل هذه الرؤية الآن؟ الرؤية باطلة، لأن شفاعة رسول الله ثبتت بالشرع ولا ترفع إلا بالشرع، لا ترفع بمنام أبدا. وكذا رحمة الله لا يمنعه الله إلا يعني من رأه، لكن مجرد رؤية تقول أنا لو ما صنعت اللي في الرؤية بتاعتك يا شيخ أحمد تمنع مني الرحمة، أو يقول هذه الرسالة إما أرسلتها رأى في المنام يسيبك كذا وكذا وكذا ويحترق 100 بيت حولك، أعوذ بالله. شو الرؤية؟ شو الرسالة دي؟ مثل هذه الرؤية باطلة فاسدة. احنا لسه بنقول كلام أهاوي تقول ابن الكلب، هو يستاهل وابوه يستاهل. طيب النوع الرابع او الثالث، الرؤية ان دلت عليها القرينة. يروى في التاريخ ان ثابت بن قيس في معركة اليمامة مع مسيلمة قتل، فلما نام احد اصحاب ثابت رآه في المنام، فقاله ثابت في المنام بعد ما قتلت مر بي رجل فسلب درعي وجعله في أطراف الجيش تحت برمة وحولها فرس يستن في طوله. فاهمين ولا برضك؟ ها؟ طيب يقول إن ثابت من والله حد ما فهمتش. طيب يقول رأى في المنام ثابت بن قيس يقول أنا لما قتلت عد علي واحد وأخذ الدرع بتاعي وخباه فين؟ تحت برمة، البرمة اللي هي إناء فخاري في أطراف الجيش في ناحية، وعنده أمارة فرس يستن. إيه الفرس يستن؟ اللي يقعد يمرح كده ويرفع بتاعه ويأتي بصهيل ثم يقدم رجله ويلعب مبسوط، يعني في طوله يعني في حبله، هذه أمارة. قال فلما أصبحت، هذا الرأي، أخبرت خالد بن الوليد فأمر بنا فخرجنا إلى أطراف الجيش ووقفنا عند هذا الفرس يستن في طوله، فوجدنا البرمة فكفأناها فإذا بالدرع. هنا الآن قرينة الحال تؤكد على صدق هذه الرؤية. قال وكان ثابت بن قيس رأى في تلك الرؤية، استغفر الله، أوصى في تلك الرؤية بوصايا فبلغها خالد بن الوليد لأبي بكر
فأنفذها رضي الله عنهم أجمعين. المقتول ثابت والرائي مجاهد والجماعة كلهم خير وبركة. هذه الرؤية الآن يعمل بها، لماذا؟ لأن القرائن دلت على صدقها. إذن فالأقسام أربعة في الرؤية، والأصل في الرؤى أنها لا يترتب عليها شرع حتى يشهد لها دليل من الكتاب والسنة، كما قرر بذلك أو قرر ذلك ابن القيم. طيب، أيضا في الحديث من الفوائد أن الترجيع إنما ذكر في غير هذا الحديث، وهذا الحديث ليس فيه الترجيع ولا يعني نفيه. فما حكم الترجيع إذن؟ أهل العلم اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة. الجمهور أن الترجيع اللي هو إيه الترجيع؟ إعادة الشهادة أربع مرات سنة أحيانا، وأبعد المالكية وقالوا هو واجب الترجيع بل هو ركن، وهذا إبعاد على إبعاد. وذهب الحنفية إلى كراهة ذلك بعضهم، وكأنه لم يطلع على الدليل، مع أن مذهب الحنفية التسع عشر يعني الترجيع عندهم ثابت. فإما أن النسبة خطأ إلى الحنفية، أو أن بعض الأحناف قالوا ذلك ولم يطلع على الدليل. الإقامة قلنا أنها إحدى عشرة، وجاء في لفظ أنها سبع عشرة رواية. طيب، وفي الحديث أيضا دليل على أن الله تعالى اختار لهذه الأمة كل الخير، لا من حيث الكتاب الذي أنزله، لا من حيث الكتاب الذي أنزله على قلب رسوله وهو القرآن، ولا من حيث اللغة التي اختار بها الشريعة وهي العربية، ولا من حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس أجمعين خاتم الأنبياء والمرسلين. وحتى النداء إلى الصلاة جعله هذه الدعوة المباركة المشتملة على التكبير والشهادتين، والدعوة إلى الصلاة هي على الصلاة، والدعوة إلى الفلاح تفسير للصلاة، ثم ختم ذلك بالتكبير والتوحيد. دعوة مباركة تصنع كل تفعل أو تقال يوميا خمس مرات، وحد فيها الله ويشهد فيها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة. وهاتان شهادتان هما أصل الدين، أن تشهد أن لا إله إلا الله، ولا يكفيك هذا حتى تكون شاهدا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. والشهادة بالرسالة هي العمل والاتباع. فهمنا حاجة ولا ما فهمنا حاجة؟ طبعا. إيه؟ وحد ما فهمتش. طيب، ثم أتى مجوس ما فهمتش، بعيدا مرتد يعني. النهاردة حلقة ممتعة بوجود الشيخ علي، وأرجو أن لا وكان أبو سردرك بتقول الشيخ علي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له من أصحابه من له به مزاح. أحكي لك قصة، من هو الذي كان يمازح رسول الله ويتجرأ عليه حبا فيه، وعالم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ينكر عليه؟ رجل يقال له ذو اليدين، عارفينه؟ إيه؟ آه. وهذا الذي أخبر الرسول بأنه سهى في صلاة، حتى قال الراوي فتهيب القوم أن يكلموا رسول الله وفيهم أبو بكر وعمر، حتى قال ذو اليدين أنا سيت أم قصرت الصلاة، القصة المشهورة. فيعني مثل هذا، وكان شيخنا رحمه الله حتى لا تغضبوا على الأخ الشيخ علي، كان له صحبة ورجل له يعني حب شديد في قلب الشيخ، أو هما رجلان، أحدهما مصري هو الشيخ شيبة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والثاني سعودي الشيخ سليم أو سليم العوفي، وكان الشيخ يمازحهما كثيرا في الجلسة. فلا بأس يعني بما يصنعوا شيء، لا تغضبوا على الرجل تمسكوه برة تستنوه على باب المسجد. فداك يا حبيبي وفداك. يعني طيب، الرجل مضحي بنفسه. من متى من أهل؟ طيب، بقي التنبيه على بقي التنبيه على رواية أحمد في آخره، في آخره قال ونبه على قصة بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. قال وابن خزيمة، يعني رواها عن أنس، قال من السنة، هذا لفظ آخر، أن يقول المؤذن حينما يقول حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم، وهذا يسمى التسويب. والتسويب والترجيع كلاهما بمعنى العودة، وكأنه بعد ما قال حي على الصلاة
حي على الفلاح قال الصلاة، هو نفس الكلام الفاتح. الصلاة خير، لكن هنا لكنه في جوف الليل، في جوف الليل الصلاة خير من النوم. والمشروع إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم أن تقول أحسنتم، لا صدقت ولا بررت ولا صدق رسول الله لعموم قوله عليه الصلاة والسلام. ويأتينا مسائل في المتابعة للمؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإذا قال حي على الصلاة فقط، حي على الفلاح قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك كان السلف إذا سمعوا المؤذن كأنما يستمعون القرآن، فلا يقول المؤذن شيئا حتى قالوا مثله. كثير منا المؤذن يؤذن ونحن لا قدر الله، ونحن في حديثنا والمباراة شغالة والمسلسل شغال، وكأن هذا الذي يقال لا قيمة له. الله يهدينا وياه الله. فهمنا يا أخوان؟ فالصلاة خير من النوم. تسمى التسويب من ساب إذا رجع، ومنه الثوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت في ثوب عائشة. خرج علينا المختل عقليا زكريا بطرس ويقول النبي عليه الصلاة والسلام مخنس. أعوذ بالله. السلام عليكم. لماذا؟ لأنه يلبس ثياب. بس يا رجل خليني أتكلم. الله ينتقم منه. آمين. يقول لماذا؟ قال لأنه نام في ثوب. ثوب هنا بمعنى بيت، لأنه المكان الذي يثوب إليه العبد إذا أراد المبيت. لكن الجاهل كما قال إيه أعوذ برب الشياطين، أعوذ برب الناس مالك الناس، في لباس الليل لباس لباس التقوى. يقول يعني لباس، هو ينظرها إلى المعنى الشعبي المشهور في مصر. فكذلك هذا يقول بات في ثوب عائشة، يعني يقول أخذ ثيابها وبات فيه، جاهل أحمق لا يعي ما يقول ولا يفقه ما يقول، ويتعدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فله منا كل الدعاء أن ينتقم الله منه في الدنيا وأن يعذبه في الآخرة. لا يسأل له الهداية، هذا مطبوع على قلبه. وبعض الناس تعلم أنه لا سبيل لا للدعوة ولا للمناقشة ولا غيره. يأتيني ناس كثير جدا، فلان أناقش، يا أخي لا تناقش، بين الحق وانصرف. كثير من هؤلاء طبع الله على قلوبهم، إنهم ما رضوا بالحق أول ما جاءهم، فخلاص كأن الله يعاقبهم بالطبع على القلب، فما جاءهم من حق مهما كان ظاهرا لا يقبلون. أسأل الله لنا ولكم السلام والعافية وحسن الخاتمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. طبعا نعم، هذا منه قبل الإحرام فلا بشكال نفسه. نعم نعم. الله إن رجعت أنت لكان متلبس بالحج الآن، ولا يجوز لك الحل منه، لأنك لو رجعت على ما تقول أنت الآن تبقى محرما العمر كله، فتمنع من أشياء كثيرة، فعليك إتمامه وتستخدم إزبالي استغفر الله العظيم. والله يا شيخ علي اليوم يعني لا إله إلا الله، فهمت؟ أنا واصل بالله هو الإشكال في أنك كيف تبني على عمل باطن من أصل. الله إن كنت تحسن الظن بالله، يعني قد تقوم مقامات وتقول يا رب أنا أخطأت والعودة فيها صعوبة وقد لا يحصل لي هذا بعد عمري، وتكمل حجك بهذه النية، فأنا أقول إن الله تواب رحيم، وفضل الله تعالى واسع يشملنا ويشملك. والله إن كنت فقيها دقيقا قلت لا والله أنا أشدد على نفسي وأكمل حجي، لأنه لا يجوز لك أن تحل حتى أن تفسخ الحج. هذا مما أجمعت عليه الأمة، لا يجوز فسخ الحج ولا العمرة بالتلبس بهما إلا بإتمام أو بشرط، يعني مسألة طويلة ما يحصلش. ما يعني أنا أرجو لمن كان هذا حالة، أرجو إن فعل مثل ما أقول لك الآن تاب توبة نصوحا. الصلاة أمرها ميسور، الحج إحنا نستثنيه لماذا؟ لا الصلاة لا 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 الصلاة لا تبطل الصلاة، ويؤمر بالإعادة بعد التوبة.
والإخلاص والتوحيد، لأنه أشرك بفعله وأشرك شركا أكبر أيضا، مش مجرد رياء، ده داخل في العمل كده وخلاص يعني. أما وحتى لو صيام ميسور يعيد يوم، أما الحج فلك أن تفصل في هذا التفصيل. ونأمل نأمل في الله تعالى ونحسن به الظن أن يتجاوز عن هذا القدر من هذا الأمر الذي كان على وجه غير وجه الله، ويقبل منه العمل كامل. إن رحنا المناسك ليه؟ لا ما نقض الإحرام، حط ريحة نقض الإحرام. ما في بأس، ما في بأس، المهم إنه ما روحش. لو روح الفتوى فيه شديدة، لأنه باقٍ على. يا أخي أنا مش فاهم يعني أحكام المناسك، لو تيسر لنا هذا العام إنه نشرحها لكم، بس ما فيش عندنا أيام، ولو العصر يوميا قبل الحج مهمة جدا، وهي فيها ضوابط بسيطة يعني أحكام قاعدة، بس تكتبوش، لو تكتبوها وتفهموها. غبطة غبطة يعني أخبطك، أخبطني بإيه؟ أخبطك، أنا أقدر أخبطك، ربنا يغضب علي، أنت ليخسر كيف؟ الله سلام. فهمنا في أحكام الحج على يسرها منضبطة بضوابط، لكن حدثني بعض العلماء الكبار يعني دائما أبدا في لجان الحج في السعودية، لجان الفتوى، يقول لي يا أخي غريب الحج هذا، كل سنة تأتينا مسائل أدونها غريبة ما سمعتها من قبل. صحيح هي ناتجة يعني، أحدهم يقول وأنا أطوف جاءت أمام امرأة فبقيت ملاصقا لها حتى أنزلت، ويطوف يقول والله ما تملكت. ابن باز رحمه الله رجل عالم ويعلم الإنسان والنزع النفسي، استغفر الله والله ما تخرج، فأفتاه قال له اذهب فاغتسل وتوب إلى الله وأعد الطواف، بس مسألة بسيطة جدا. لا هو مش هو الآن مش منافق ولا مرائي، لا 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 طبعا هذا على خير وبركة طبعا. أنا ما قلت إن هذا مرائي،